قال مدير مدينة سلطة الصناعية محمود طمليه إن المدينة استقطبت 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 700 فرصة عمل. وبين طمليه اليوم بأن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلية والعربية والدولية. وأشار طمليه إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتسهيل على المستثمرين بإيصال جميع الخدمات إليهم لخدمة الصناعة الأردنية في المدينة. أرحب مباشرة بمساعد المدير العام لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، أهلا ومرحبا بك معنا سيد معتز. سأبدأ معك انبثاقا من هذه التصريحات وما جاء في مدينة السلطة الصناعية بعدد المدن الصناعية التي تعمل في الأردن وحجم الاستثمارات فيها بأرقام وإحصاءات. نعم أخي، شكرا على الاستضافة. أهلاً. في الحقيقة اسمح لي في البداية أن أقدم إيجاز عن شركة المدن الصناعية والتي تعتبر الحاضنة الأكبر للمشاريع الصناعية في المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الشركة الوطنية التي أسست في العام 1981، اليوم نتكلم عن أكثر من 40 عام من الخبرة والكفاءة في إدارة المدن الصناعية. اليوم نحن نمتلك 10 مدن صناعية تتوزع على كافة محافظات المملكة، والهدف من هذه المدن الصناعية هو بالأساس تنموي لهذه المحافظات وللمجتمعات المحلية المتواجدة بها. اليوم نتكلم عن إجمالي عدد الشركات في هذه المدن الصناعية وصل إلى 883 شركة صناعية تعمل في هذه المدن بحجم استثمار كلي وصل إلى 3 مليار دينار تقريبا. وفرت من خلال المشاريع الصناعية الموجودة داخل هذه المدن الصناعية 360 ألف فرصة عمل مباشرة. مباشرة هنا نعني بأن هذه العمالة تعمل داخل المدينة الصناعية، ولكن هنالك خدمات مساندة توفر فرص عمل بالمدينة الصناعية وما حول المدينة الصناعية بحجم صادرات كلي بلغ 1.5 مليار دينار. طبعا هذا كمجمل عن المدن الصناعية، واليوم نتكلم عن مدينة السلطة الصناعية التي يعني تم البدء بتشغيل المشاريع التي تم استقطابها وعددها اليوم نتكلم عن 30 مشروع صناعي في محافظة البلقاء في مدينة السلط بحجم استثمار 31 مليون. من المتوقع أن يصل خلال الفترة القادمة عدد العمال 750 عامل. اليوم هنالك بعض العمالة، ولكن الطموح بأن تكون هذه الأرقام بازدياد إن شاء الله في الفترة القادمة. نعم، طيب الآن عندما نتحدث عن الاستثمارات وبما ذكرت القطاعات المستحوذة بشكل كبير على الاستثمارات في المدن الصناعية المنتشرة في مناطق المملكة، ما هي أكبر هذه الاستثمارات وطبيعتها في أي قطاعات تتركز؟ نعم، القطاعات هنالك حوالي 13 قطاع صناعي تعمل ضمن المدن الصناعية الموزعة مثل ما أسلفت في المحافظات. هذه القطاعات هي الغذائية والدوائية والتعبئة والتغليف ومعدات طبية وصناعات كيماوية، ولكن في مدينة السلط اليوم نتكلم عن 4 قطاعات صناعية مهمة بدأت بالإنتاج للسوق المحلي، وهنالك بعض الصناعات التي باشرت في إجراءات عمليات التصدير، وهنالك صناعات يعني مفخرة للمملكة بشكل عام لأنها من الصناعات المتميزة، وخصوصا موضوع الصناعات الغذائية والمكملات الغذائية والصناعات الدوائية في مدينة السلط. وهنالك بعض المدن التي تتميز أيضا في موضوع الصناعات النسيجية، لأنك تعرف أن الأردن يعني يتمتع، وهذه طبعا يعني من الحوافز الإضافية للمناخ الاستثماري في الأردن، بأن المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال العلاقات مع الدول في الدول بشكل عام على مستوى العالم قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي ومع الدول العربية، ولكن كانت فترة من الفترات تتمتع بعض المدن الصناعية مثل مدينة الحسن الصناعية في إربد بموضوع الصناعات النسيجية، والتي يعني تقوم بتوفير هذه الصناعات بماركات عالمية مفتخرة
تخرج من هذه المدن الصناعية بليبل مكتوب عليه ميد إن جورداني. طيب الآن أكبر المدن الصناعية من حيث الاستثمارات وحجم الاستثمارات، إذا أردنا الترتيب سيد معتز، ما هي المدن الصناعية الأولى التي تأتي منها أكبر حجم استثمار في المملكة، لربما نظرا للميزة التي تتميز فيها سواء الموقع الجغرافي أو حتى القطاعات التي تعمل بداخلها؟ يعني إذا 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 أخذنا بعين الاعتبار حجم الصادرات فهي مدينة الحسن الصناعية، لأن غالبية الصناعات الموجودة هي الصناعات النسيجية التي تقوم بالتصدير للولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الحرة، وهذه ميزة نسبية للأردن. طيب الآن فيما يتعلق بقانون البيئة الاستثمارية الجديد، ونتحدث عن زيادة الاستثمارات في باتجاه المدن الصناعية والحوافز التي تقدم والمساومة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الأردني داخل المدينة الصناعية، ما التطور الذي يمكن الحديث عنه هنا تحديدا في هذا المحور؟ هل الرضا موجود على الأقل بهذه الأرقام والإحصاءات الحالية، أم أن هناك بالتأكيد هناك طموح بالمزيد، ولكن إذا كانت هناك عوائق مع التطور الذي يحدث في التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري أيضا، ما هو التطور الذي يمكن أن يلحق بالمدن الصناعية في مسألة الميزات والاستثمار أيضا؟ سيدي يعني بالنسبة للموضوع التحديث الاقتصادي وموضوع المزيد من الحوافز، يعني نحن نعلم بأن المستثمر دائما يطمح بالمزيد من الحوافز والامتيازات، لأن اليوم نتكلم عن فاتورة الطاقة بشكل رئيسي هي العائق الرئيسي أو هي التحدي الرئيسي بالنسبة للاستثمارات الصناعية، ولكن الحكومة مشكورة وقامت بتفهم هذا الموضوع من خلال يعني منح العديد من الامتيازات النسبية للمدن الصناعية وخصوصا المدن الصناعية الجديدة. هنالك مدن صناعية جديدة قمنا خلال الأربع سنوات الماضية بتأسيسها في نفس الوقت، وكان آخرها مدينة الطفيلة ومدينة الصلط ومدينة مادبة. ولبعد المسافة وللمزيد من الحوافز والامتيازات بهدف تشجيع المستثمرين، وهذا ما حصل فعلا، بأن قامت الحكومة ومن خلال المخاطبات من قبل إدارتنا ومن خلال مجلس الإدارة الموقر، بأن قامت بمنح خصم على فاتورة الكهرباء لمدة 5 سنوات تصل لخصم 75% في نهاية السنة الخامسة، لأنها بالتدريج قامت الحكومة بإعطاء هذه الميزة، بالإضافة لدعم 50% من الحد الأدنى للأجور. بمعنى بأن الحكومة ستقدم 50% من الحد الأدنى للأجور للعامل الذي يعمل في هذه المحافظات مثل محافظة الطفيلة ومحافظة الكرك أيضا، ومساهمة الحكومة أيضا بمبلغ 25 دينار على اشتراك الضمان الاجتماعي. نعم، وبدل المواصلات لمدة 3 سنوات، وخصم 50% على حتى رسوم المناولة بالحاويات للبضائع التي ستقوم هذه الشركات بتصديرها خارج الأردن. شكرا لك. هذا يعتبر ميزة نسبية إضافية بالنسبة للمستثمرين، وهذه فرصة من خلال منبر قناة المملكة المقدرة بأن نقوم بالإعلان عن هذه الحوافز وهذه الفرصة لدعوة المستثمرين للحصول على هذه الامتيازات التي تم تحديدها بقرار مجلس الوزراء الموقر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة مساعد المدير العام لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، كنت معنا، شكرا لك. أرحب مباشرة برئيس هيئة الاستثمار السابق سيد ثابت تلور، أهلا ومرحبا بك معنا سيد ثابت. نتحدث اليوم عن عملية التطوير وعملية الرؤية الجديدة فيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. الآن نتحدث عن الاقتصادي تحديدا، برأيك مع قانون البيئة الاستثمارية الجديد ومع التطورات التي تحدث، ما هي التحديات والمعيقات التي تمنع المستثمر بالذهاب إلى المدن الصناعية؟ وتحدث قبل قليل النمروقة السيد معتز عن حوافز مقدمة لبعض المستثمرين في بعض المدن، بالتالي الآن التقييم المجمل للاستثمارات في المدن الصناعية كيف يمكن النظر إليه؟ الله يعطيك العافية أخي الكريم. على العكس، أنتوا أثرتوا موضوع مهم جدا،
وبحب بس يعني أبدأ جوابي من حيث انتهى الزميل على بتقريركم. أولا أخبار سارة الحمد لله من السلطة العزيزة، يعني عدد المشاريع الصناعية العاملة وعدد المشاريع أيضا اللي بالمدن الصناعية. أخي الكريم، إحنا بالأردن أدركنا من البداية أهمية المدن الصناعية وأثرها المباشر على الاقتصاد، وخاصة هي أفضل حل والحل الأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللي يعنى بالأردن اقتصادنا هي العمود الفقري لاقتصادنا. إحنا أكثر من 98% من شركاتنا العاملة بكل النشاطات هي من الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المدن الصناعية هي حل الأمثل. الآن سؤالك مهم ومباشر. تعرف المدن الصناعية هو إذا جاز التعبير باللغة الإنجليزية وكلاستر. الكلاستر بمعنى أنه نشاطات، إذا منركز على النشاطات المتشابهة نرفع الترابطات بين الصناعات، وبالتالي نرفع القيمة المضافة المحلية اللي بتدخل بهذه الصناعات. الآن أهم معيق بالنسبة للصناعات أنها تذهب إلى المدن الصناعية هو موضوع الضمانات الأراضي. تعرف غالبية الأراضي والمباني المنشأة هي بتكون إما أجار أو على ترتيبات مختلفة. الآن إذا بنقدر نجد خط تسهيلات مالية بدون الضمانات العقارية اللي بتشترطها البنوك بالأردن، أنا بعتقد أنه ممكن أن نصل إلى عدد أكبر. اثنين، نلجأ إلى موضوع المدن الصناعية المتخصصة، بمعنى وهذا كثير عملت فيه دول اقتصاديات مهمة. أخواننا أشقائنا بالمملكة العربية السعودية الآن بيهتموا بموضوع المدن الصناعية المتخصصة. على سبيل المثال مدينة جبيل الصناعية اللي تقام الآن بالسعودية، مساحتها إذا ما خانتني الذاكرة أكثر من 900 كيلو متر مربع أخي الكريم، يعني موضوع يعني حجم مهول جدا. فبالتالي إذا عالجنا نقاط اللي بتحد من ذهاب الشركات إلى المدن الصناعية وخاصة موضوع التمويل، نقدر إن العدد يكبر. طيب الآن فيما يتعلق بالعوامل والروافد التي سترفض عملية الاستثمار في المدن الصناعية من خلال الحوافز المقدمة والبيئة الاستثمارية تحديدا في ملف الطاقة، لربما هل هناك ما يمكن القيام به بشكل أكبر فيما يتعلق بالحوافز للمستثمرين والمساواة أيضا ما بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الأردني؟ القانون أخي الكريم بيساوي بين، يعني ما بفرق بين جنسية المستثمر إن كان أجنبي أو عربي أو أردني. يعني ما في فرق أبدا. كمان نفس الشيء في تجربة للمدن الصناعية اللي من وجههم التحية. على فكرة شركة المدن الصناعية كانت خلف لمؤسسة المدن الصناعية اللي تأسست سنة 1980، يعني مؤسسة عندهم خبرات تراكمية مهمة جدا، ويعني اللي القائمين عليها الله يعطيهم العافية يعني عندهم خبرات مهمة جدا. عملوا تجربة بالجنوب إنهم عملوا تعرفة كهربائية مخفضة للصناعات اللي تدخل المدينة الصناعية على ما أعتقد كانت الطفيلة أو الكرك، مش متأكد. فبالتالي أنا بعتقد هاي مهمة جدا بحيث إن نوجه الصناعات إلى المناطق المستهدفة. أنت بتتذكر خلقنا بالأردن ما كنا بنسميه فروع الإنتاجية. أي مصنع قائم وعامل بمناطق مثل الزرقاء، عمان، إربد اللي هي بتتركز فيها الصناعات، إذا توجهوا إلى مناطق أخرى مستهدفة وكانت مستهدفة من ناحية خلق فرص عمل، يعني أنه أعداد العاطلين المتعطلين للعمل بهذه المناطق كبيرة، فأي منشأة صناعية بتتوجه لهذه المناطق كانت تأخذ نفس ميزات المصنع الأم. نعم. لابد من الإشارة أن يجب أن نحافظ على الامتيازات اللي كانت موجودة بس لكن نزيدها. أخي الكريم، كل مدينة صناعية هي منطقة تنموية، يعني كانت حكمة تعلن منطقة تنموية، بالتالي تتمتع بكل الإعفاءات اللي تعطى للمناطق التنموية. الأمر الثاني المهم أن نركز على موضوع التدريب والتأهيل. التدريب والتأهيل لأن نجد مراكز تدريب بنفس المدن الصناعية. الأمر المهم الثاني كان معيق، بعتقد إذا بنرجع للنقطة اللي قبلها، كان موضوع المواصلات أخي الكريم. أنا بعتقد التفكير بنظام نقل مناسب
من ناحية الكلفة، خطوط باصات، أو نشجع أن المصانع تختلي باصات بكلف معقولة، بحيث أن نقدر ننقل القوى العاملة من المناطق المتوفرة فيها. يعني هذه خدمات لوجستية سيد ثابت، يعني الخدمات اللوجستية الآن برأيك إلى أي مدى فعلياً تستفيد لربما هذه المدن من الميز التنافسية للمحافظة المقامة فيها؟ لكل محافظة هناك ميز تنافسية عن الأخرى، وبالتالي هل هناك استفادة؟ هل هناك أيضا يعني الخدمة المجتمعية التي تقدمها والواجب الاجتماعي على هذه المدن في تنمية المجتمعات المحلية؟ هل هذا موجود للحديث عن الوصول إلى أكبر فائدة ممكنة؟ أيضا سؤالك صحيح أخي كريم. رقم واحد موضوع خلق فرص العمل. فرص العمل نقطة مهمة جدا. اثنين، الخدمات الثانوية اللي بتقدمها للصناعة. دور المجتمع المحلي أخي الكريم بالمنطقة يجب أن يتفعل ونشتغل عليه. أنا بقصد البلديات، الجامعات، مراكز البحث العلمي الموجودة، الجمعيات إلى آخره، يجب أنه يتفعل دورها أكبر بموضوع المدن الصناعية. الميزة التنافسية يجب أن نستغل. يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال تقريركم كان عن مدينة الصلب. لا نستطيع أن ننشئ صناعات تعدينية ضخمة بالصلب بمنطقة جبلية، منطقة نحافظ على البيئة وإلى آخره. فبالتالي الصلب ممكن نلجأ إلى الصناعات الدوائية، الصناعات الإلكترونية إلى آخره. نفس الشيء المدينة الصناعية إن شاء الله أنها تكمل بجرش. بتعرف كانت توجيهات جلالة الملك إنه نجد على الأقل مدينة صناعية واحدة بكل محافظة، بمركز محافظة من محافظات المملكة على الأقل واحدة. والآن أنا بعتقد في 9 وفي أيضا على الطريق يعني جاية. فبالتالي الميزة التنافسية لكل محافظة هي اللي بتحدد هوية المدينة الصناعية، وهذا كلام صحيح. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة رئيس هيئة الاستثمار السابق السيد ثابت الور، شكرا لك.